الاخوان ديالي، مرحبا بكم معايا اليوم نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. من نواتلو فين غادي نمشيو؟ غادي نشارك معكم الخريجه ديالي وغادي ندوزو وقيته زوينه مع بعضياتنا. وكيف شفتوا معايا ان شاء الله شاركت معكم فيديوهات زوينين في هذا اللو. غادي نكملوا الجوله ديالنا يلا الصباح. الاخوان ديالي يلاه وصلنا لبلاج ديال تارغ الاخوان، غادي نشارك معكم هذه البلاصه. صراحه بلاصه زوينه عجبتني وكان وخاوي في هذه الوقيته هذه من شتي الاخوان. مرحبا بكم معايا ندوز الجوله ديالنا. شوفوا معايا الاخوان البلاصه هذه كثيره، باينة كانت شي قلعة ولا كانت شي حاجة بكري في العهد. بالنسبة للإخوان ديالي راه كنحاول كنشارك معكم البلايص لي زوينين، مادام أنني جيت لوادلو خصني نستغل هاد الأيام اللي جلست فيها ونشارك معكم بلايص اللي تقدروا تمشيو ليها وتدوزوا فيها النهار ديالكم. وترغا راه بلاصة منطقة يعني معروفة سياحيا وزوينة بزاف الإخوان ديالي. بالنسبة حتى لكرا حتى هو كاين، إلا كنتو باغيين تجيو تكلو في هاد البلاصة موجود تبارك الله. لابلاج الإخوان ديال تارغا هو هدا، والبلاصة مني كتجيو لا يعني راه يمكن ليكم تختارو البلايص اللي بغيتو ترتاحو فيها. بالنسبة للمناظر البلاصة اللي ارتحتو فيها، ورا بلاج ديال تارغا راه طويل وكبير يمكن ليكم تسيرو فيه. حتى بالنسبة للطبيعة الإخوان بلاصة يعني مني كترتاح فيها ومني تجلس، يعني كاين البلايص اللي كتمشي ليهم وتيكون فيها الطبيعة بحال دابا هانتوما الإخوان. شوفوا معايا هاد المنظر الرائع ديال هاد البلاصة هادي، وشوفوا معايا هاد الجبال هادو أنا غنوريكم. شوفوا معايا يعني بلاصة يعني مني كتجي ليها كترتاح فيها. ولابلاج هو هاد الإخوان. بالنسبة راه الناس اللي غادي يسولوني على الرملة كيف دايرة وهذا، يعني هانتوما كيف كتشوفو معايا. بالنسبة للأصدقاء اللي غادي يسولوني على الأثمنة ديال الكرة في تارغا الإخوان، بالنسبه للكرا انا سولت السيد اللي كرا لنا الباراسولات يعني ما بين 200 حتى 400 درهم الاخوان. دويره زوينه نقيه، انا صراحه ما كريتش فيها، انا مستقر في وادلو، ولكن مني قلبت وشفت ان لابلاج ديال تارغا زوين قلت ضروري خصني نجي ونتبحر فيه ونشوفو ونكتشفو معكم وتشوفو معايا الاخوان ديالي. وبالنسبة للكرة هنا في تارغا يعني موجودة الإخوان وبأثمنة مناسبة، إذا بغيتو تجيو دوزو شي يومين هنا ولا شي نهار تكونوا طالعين الحسيمة ولا طالعين الناظور ودزتو على تارغا وبغيتو تستقروا فيها يمكن لكم تستقروا فيها الأصدقاء. ولكن بالنسبة للديور يعني قرابة البحر بزاف بزاف بزاف، ما كاملاش واحد 5 دقائق أبي على رجليكم.